السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل الفرص والمنح. منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة. وكمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر الخارج، وعرضنا بعض المواقع اللي ممكن من خلالها تلاقي فرص عمل مناسبة ليك، وكنا عرضنا فرصة التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة التطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم الإعلان عن الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. أحب أنوه كمان إن جميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط ورابط التقديم الخاصة بالمنحة بتاعت النهاردة هتلاقوها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتعرف على المنحة بتاعت النهاردة. هي منحة جامعة ميد سويدن، تمام، موجودة في دولة السويد. طبعا دولة السويد دولة أوروبية، دولة قوية جدا لا غبار عليها، يعني ناس كتير بتطمح إنها تدرس في دولة أوروبية، فالنهاردة أنا جايب لكم منحة في دولة قوية جدا من الدول الأوروبية. الجامعة المانحة هي جامعة ميد سويدن يونيفرستي، تمام، دي منحة جامعية مش منحة حكومية، خلي بالكم، بس ممتازة جدا. الدول المتاح لها التقديم في المنحة دي جميع الدول متاح لها التقديم، تمام، كل الدول متاح لها التقديم من آسيا، أفريقيا، أي دولة متاح لها التقديم. المرحلة الدراسية الخاصة بالمنحة دي نركز مع بعض هي مرحلة الماجستير فقط، يعني غير متاحة لدرجة البكالوريوس اللي هي الليسانس، وغير متاحة لدرجة الدكتوراه أما بعد الدكتوراه، هي فقط متاحة لدرجة الماجستير. التمويل بقى الخاص بالمنحة دي، التمويل اللي في المنحة دي صراحة تمويل ممتاز جدا، ومعظم المنح الجامعية في أوروبا ما بتقدمش تمويل كامل، إنما المنحة دي ممولة بشكل كامل، تمام؟ المنحة دي بتشمل جميع مصروفات الدراسية، كل مصاريف الدراسة هتغطيها لك المنحة. هتديك مرتب شهري كافي عشان يغطي لك مصاريف المعيشة، تمام، يعني في مرتب هتاخده كل شهر كده هيغطي لك السكن والطعام وكل التكاليف، كمان ممكن تدخر منه جزء معين. طبعا هما ما حددوش المرتب اللي هيدوه لك كل شهر هيكون كام بالظبط، ولكن وضحوا اللي هو هيكون مرتب كافي جدا لجميع التكاليف. كمان هيكون في تذاكر طيران ذهاب واياب بالمجان، تذاكر الطيران عليهم من بلدك الى السويد، وبعد لما تخلص دراسة كمان تذاكر الطيران هتكون عليهم. التخصصات بقى المتاحة في المنحة دي، في شوية تخصصات كده متاحة في المنحة دي، من ضمنهم بزنس ادمنستريشن، تمام، و ماستر بروجرام في الكمبيوتر انجينيرنج، يعني انت هتشوف التخصصات المناسبة ليك هنا وتختار الحاجة المناسبة ليك وتشوف انت عايز تدرس ايه، زي مثلا ماستر توريزم، درجة الماجستير في السياحة. دي بس هي التخصصات المتاحة في المنحة دي، مش متاح طب، مش متاح هندسة، صيدلة، الكلام ده كله، لا، متاح بس التخصصات دي. كيفية التقديم بقى في المنحة دي، عشان اقدم في المنحة دي اول حاجة لازم تقدم للجامعة نفسها، يعني انت لازم تقدم للجامعة كشخص عادي، تمام، كشخص هيقدم على حسابه، وبعد كده في ابلكيشن تاني هتقدم من خلاله للمنحه، يعني في نموذجين كده او في طلبين على النت هتقدمهم. اول طلب هتقدم للجامعه، بعد لما تقدم في طلب تاني او في نموذج تاني هتملاه عشان تقول ان انا عايز اقدم للمنحه من خلال الجامعه دي. اخر ميعاد للتقديم هو 15 يناير 2020، يعني مش باقي وقت طويل، فتركز في المنحة دي لو انت مهتم بيها وتحاول تجهز كل اوراقك من دلوقتي. طبعا الاوراق المطلوبة للتقديم انا حبيت يعني اخليها في الابليكيشن ذات نفسه بتاع التقديم، اشرحها لكم افضل من اللي انا اكتبها هنا عشان تبقى كل حاجة واضحة، لان فيها شوية كده حاجات بسيطة فانا عايز اوضحها بشكل اكبر. هنا بقى انا حطيت لكم اللينكات. اللينك الاولاني ده هو التقديم للجامعه، زي ما قلت اول حاجه لازم تقدم للجامعه، فده لينك التقديم للجامعه. تاني حاجه هتقدم للطلب للمنحه، وده لينك التقديم للمنحه. وتالت حاجه هو الاعلان الرسمي للمنحه، ده اللي بيثبت الحاجات اللي انا بقولها وكل التفاصيل بتاعت المرتب الشهري وكل الكلام اللي انا بقوله ده، تمام. هنا هتلاقوا التفاصيل، كل التفاصيل كامله هنا بتاعت المنحه، بيقول لك دي البرامج اللي بتقدمها المنحه، موجود فيها البرامج دي، بيقول لك المنحه دي اخر ميعاد للتسجيل ليها هي 15 يناير 2020، يعني كل التفاصيل بتاعت المنحه اللي انا كاتبها باللغه العربيه موجوده هنا، وبيقول لك في 30 ابريل 2020 هيتم اعلان الفائزين في هذه المنحه، يبقى في 30 ابريل هيجي لك سواء اتقبلت او اترفضت، تمام. خلينا نرجع بقى لبقيه التفاصيل كده.
ازاي ممكن نقدم للجامعه. اول حاجه عندنا نمشي خطوه بخطوه، التقديم للجامعه. هتيجي تضغط على اللينك ده عشان يفتح لك ابلكيشن التقديم للجامعه. وابلكيشن التقديم للجامعه ركز معايا، ده الابلكيشن ده هو ابلكيشن عموما لجميع الجامعات اللي موجوده في السويد. ولو تفتكروا كنا اتكلمنا عن منحه الحكومه السويديه، وكنا برضو فتحنا نفس الابلكيشن ده، لان الابلكيشن ده انت من خلاله بتقدر تملى لكل الجامعات. فبالتالي عشان تسجل في اي جامعه في السويد انت لازم تعدي على الابلكيشن ده وتملى من خلاله. طيب انا دلوقتي عايز املى لجامعه اللي هي ميد سويدن، وعايز املى مثلا لتخصص من التخصصات دي، تمام؟ اعمل ايه؟ هتيجي هنا في البحث، في عمليه البحث في الموقع ده، وتكتب مثلا جامعه ميد سويدن، تمام؟ تكتب ميد سويدن، هتظهر لك هنا اهي جامعه ميد سويدن يونيفرسيتي. كده انت اخترت الجامعه. طيب انا بقى عايز اخليها سبيسيفيك اكتر واختار درجه الماجستير، لان زي ما احنا قلنا الموقع ده هو موقع خاص بالتقديم لكل الجامعات في السويد. فانت هنا تيجي عند الجزء ده وتختار درجه الماستر ليفل اللي انا عايز ادرس ماجستير، وتعمل سيرش هنا، تضغط على كلمه سيرش، هيجيب لك كل التخصصات اللي في جامعه ميد سويدن وفاتحه دلوقتي. تعالى كده بص، هتلاقي نفس التخصصات اللي انا كنت ذكرتها، بزنس ادمنستريشن اهي، نفس التخصصات اللي احنا قلنا متاحه في المنحه هتلاقيها هنا. فانت بالتالي هتختار التخصص المناسب ليك اللي انت عايزه وتضغط وتبدا تملى ليه. وبيقول لك ان الابلكيشن مفتوح لحد 15 يناير، تمام؟ طيب انا مثلا انا عايز اقدم بزنس ادمنستريشن، هاجي اضغط على كلمه اد دي، تمام؟ واروح عند الجزء ده، فكده اتضاف لي السليكشن ده، فاروح اضغط على تو ابلكيشن عشان يدخلني لمرحله التقديم. اول حاجه مطلوب منك، مطلوب يبقى عندك باسورد وايميل، تمام؟ عشان تقدر تخش للابلكيشن وتملاه. طيب انت كمستخدم جديد ما عندكش ايميل وباسورد، هتعمل ايه؟ هتيجي رايح للجزء ده عند كرييت اكونت، تمام؟ وتضغط عليه عشان تسجل ايميل وباسورد جديد كالعاده زي ما بنعمل في كل منحه. فبيقول لك لو انت شخص من دوله اوروبيه هتضغط على اللينك ده، لو انت شخص من خارج الاتحاد الاوروبي تضغط على اللينك ده عشان تقدم او تعمل كرييت اكونت. فانا من خارج الاتحاد الاوروبي يبقى اضغط على الجزء ده، تمام؟ هنا بقى مطلوب منك عشان تملى او تعمل كرييت اكونت تحط اسمك، اسم العائله، تحط تاريخ ميلادك، الجندر بتاعك، تحط رقم تليفونك، تحط الايميل، وتحط الايميل صح، يعني عشان ده اللي هيوصلك عليه كل النتائج وكل المعلومات. تعمل باسورد، كرييت باسورد هنا، تكتب الدوله بتاعتك والمدينه وكل والعنوان التفصيلي، تمام؟ كل البيانات دي تحطها، وبعدين تيجي هنا مثلا تختار ياس. انا مثلا لو في اي معلومات اضافيه جديده انتوا حابين مثلا تضيفوها فممكن ترسلوني على الايميل، فتختار الجزء ده، وبعدين تعمل على الكابتشا دي، تمام؟ وبعد كده تضغط على كرييت اكونت بعد لما تخلص كل البيانات دي. لما تضغط على كرييت اكونت كده يبقى انت خلاص عملت اكونت جديد، هيوصلك على الايميل بتاعك اللي انت كتبته هنا كود تفعيل، تضغط عليه يبقى انت كده فعلت الايميل بتاعك. طيب انا بعد كده مطلوب مني ارجع تاني بقى هنا، تمام، للجزء بتاع اللوجن، ترجع تاني للجزء التقديم اللي هو بتاع الايميل والباسورد، تكتب الايميل اللي انت كنت عملت بيه كرييت اكونت، تكتب الباسورد هنا وتضغط على كلمه لوجن عشان يدخلك للابلكيشن بتاعك. دلوقتي هيدخلني للابلكيشن بتاعي وازاي اكمله بقى وايه البيانات المطلوبه مني. اول حاجه مطلوب منك هنا في كذا جزء اللي هو الابلكيشن، في مطلوب منك الوثائق تحطها، وهنا بيقول لك ده البروفايل اللي انت كنت عملته، وهنا بيقول لك ابلكيشن فيه، تمام؟ خلينا نمشي خطوه بخطوه. ما تنساش ان هو بياكد عليك تاني هنا ان اخر ميعاد للتقديم هو 15 يناير 2020. فاول خطوه هنا بيقول لك انت اخترت البرنامج ده اللي هو ماستر بروجرام بزنس ادمنستريشن، فبيقول لك انت فعلا موافق على البرنامج ومتاكد من اختيارك، فبتقول له كونتينيو، تمام، عشان يدخلك على المرحله اللي بعدها. هنا بيسالك انت من دوله ايه، فتختار مثلا مصر، الجزائر، المغرب، تختار الدوله اللي انت عايزها. وهنا ما تحطش علامه صح على الجزء ده، ليه؟ لان الجزء ده معناه الابلكيشن فيه، والابلكيشن فيه هو فيه رسوم تسجيل كده عشان تقدم للجامعه دي، يعني الجامعه دي عشان تقدم لها التقديم مش بالمجان، هتدفع رسوم تسجيل وهي بتعادل حوالي 900 كرونة، فلازم انت تدفعهم في التسجيل بتاعك، ودي بتعادل بالدولار حوالي 96 دولار حاجه زي كده. وطبعا لما بيكون الجامعه فيها رسوم تسجيل بتدل على قوه الجامعه، يعني لان الدول الاوروبيه معظمها بتفرض رسوم تسجيل على الابلكيشن، فبالتالي انت تعرف ان الجامعه دي من الجامعات القويه جدا. فخلاص انا دلوقتي اخترت الدوله بتاعتي، بعد كده اضغط على كلمه سبميت عشان ياكد لي كل البيانات اللي انا كتبتها. فبيقول لي هنا كونفرميشن، خلاص بيقول لك كده انت سجلت للجامعه، باقي بقى دلوقتي انك تحط الوثائق بتاعتك.
خلاص يبقى كده انا عملت الخطوه الاولى والثانيه والثالثه واكدت كل حاجه. فاضل بقى دلوقتي ان انا اخش على الخطوه اللي بعدها الثالثه، وهي الدوكيومنتس، الاوراق المطلوبه مني. تمام، الاوراق المطلوبه مني اوراق بسيطه ما فيهاش حاجه. بيقول لك مطلوب منك اول حاجه شهاده اللغه الانجليزيه، ونركز فيها لان هنا مش مطلوب منك انك مثلا تحط اي شهاده وخلاص، لا ده في شهادات معينه مطلوبه. فهنيجي مثلا عن انجليش تيست عشان نعرف ايه الشهادات اللغويه المطلوبه بالتحديد. تمام، يعني لازم يكون معاك شهاده دوليه من الشهادات اللي احنا هنقولها دلوقتي. مطلوب يكون معاك شهاده الايلتس، تمام، شهاده الايلتس تكون معاك بدرجه 7/6 وهكذا، بتشوف شهاده الايلتس اللي معاك والدرجه المناسبه. يكون معاك شهاده التويفل اي بي تي، تمام، يكون معاك كامبريدج لانجويج اسيسمنت، يعني دي شهاده كامبريدج. يعني المهم يبقى معاك واحده من الشهادات دي، ايلتس، تويفل، اي بي تي، كامبريدج، بي تي اكاديميك. فبتختار او بتشوف الشهاده اللي معاك. طبعا لو مش معاك الشهاده دي مش هيبقى متاح لك التقديم، لازم يبقى معاك شهاده من الشهادات دي. فلازم انك لما تيجي تقدم تكون عامل حسابك يكون معاك شهاده دي وبالدرجه اللي هم قايلينها هنا. خلي بالك من الجزئيه دي. طيب ايه كمان مطلوب؟ مطلوب منك الباسبور بتاعك. لو انت شخص من خارج الاتحاد الاوروبي هتقدم نسخه من جواز السفر بتاعك. تمام، مطلوب منك شهاده التخرج بتاعتك اللي انت عملتها في مرحله البكالوريوس. ولو انت لسه في اخر سنه في مرحله البكالوريوس، هنا في حاجه كده يعني كويسه، بيقول لك لو انت في اخر مرحله هم جايبين لك هنا طريقه انت ممكن تتبعها لو في انت في اخر مرحله. بيقول لك for students in their final year of bachelor studies، فهتيجي عند الجزء ده وتضغط عليها عشان يوريك ايه المطلوب منك. بيقول لك لو انت في اخر سنه مطلوب تجيب transcript for all semesters، يعني تجيب كشف درجات لكل الترمات السابقه اللي انت حضرتها. يعني مثلا لو حضرت 7 ترمات او 7 سمسترات قبل كده، فتجيب transcript ليهم بكشف بالمواد كلها انت درستها. تجيب ورقه تثبت من الجامعه اللي انت بتدرس فيها حاليا في بلدك ان انت طالب مسجل عندهم في الجامعه دي، وانك طالب اكتيف يعني بتحضر ونشيط في الجامعه وهكذا. يبقى ده اذا كنت انت في اخر سنه من الدراسه بتاعتك ولسه الشهاده النهائيه ما طلعتش. تمام، يبقى دي الاوراق المطلوبه. طيب انا دلوقتي عايز احط الاوراق دي احطها فين، او عايز ابعتها للجامعه؟ تيجي تضغط على كلمه قبل الدوكيومنتس عشان تخش وتحط الاوراق دي كلها. تمام، هنا بيقول لك اختار، اكتب اسم الوثيقه واختار نوعها. تختار بقى اي دي، دوكيومنتس، ترانسكريبت، بيقول لك الشهاده او كشف الدرجات اللي معاك، شهاده اللغه. تمام، بيقول لك لو معاك اي شهادات اخرى، دي خاصه بالشهادات الاخرى، شهادات تطوعيه، اي حاجه من الشهادات اللي بتدعم طلبك، فممكن تحطها هنا. وهنا دي حاجه اسمها الميكس كونتنت، يعني لو في مثلا بيبقى في زي دبلومات اضافيه او حاجه، لو معاك بتحطها هنا في الميكس كونتنت، لو مش معاك خلاص بتسيب الجزء ده فاضي. وعشان تحط الفايل او تحط الملف او الشهاده بتاعتك، هتيجي تضغط على تشوز فايل، وبعد كده لما تحط الشهاده تضغط على اد، فكده هيضيف لك الشهاده دي على الموقع بتاع الجامعه. بعد لما بتحط الاوراق بتاعتك كلها، بتيجي بتضغط على الابلكيشن في اللي هو رسوم التسجيل بقى للابلكيشن. بيقول لك ده الابلكيشن نمبر بتاعك، تمام، ده رقم الابلكيشن بتاعك. وبيقول لك مطلوب منك 900 كرونة اللي هي بالسويدي، فدي بتعادل بالدولار 96 دولار حاجه زي كده. وبيقول لك عندك طريقتين للدفع، يا اما تدفع بيه الكريدت كارد او تدفع بيه التحويل البنكي. ولو اخترت التحويل البنكي، هم عاملين لك هنا ازاي تدفع بالتحويل البنكي، جايبين لك اسم الحساب اللي انت تدفع عليه. هنا لو انت اخترت تدفع بالحساب البنكي، ده اسم الحساب، تختار البيانات دي وتدفع لهم 900 كرونة على الحساب البنكي بتاع الجامعة او المؤسسة. وبكده يبقى انت اكملت التسجيل. ما تنساش ان اخر ميعاد للتسجيل هو 15 يناير. هنا مكتوب اخر ميعاد للتسجيل 3 فبراير 2020. الميعاد المكتوب هنا خاص بالناس اللي بتقدم على حسابها، ولكن المنحة قيدتك بشرط، وهو ان اخر ميعاد للتقديم هو 15 يناير 2020، فانت لازم تلتزم بالميعاد ده. طيب احنا كده دلوقتي اتعرفنا على كيفية التقديم على الموقع الخاص بالجامعة، وعرفنا ازاي نعمل الابليكيشن التقديم الخاص بالجامعة. خلينا بقى نرجع للجزئية التانية، وهي كيفية التقديم للمنحة. في ابليكيشن تاني المفروض انت هتملاه عشان تقدم للمنحة، انا حطيت لكم اللينك بتاعه هنا. هتيجي تضغط على التقديم للمنحة وتفتح الابليكيشن الخاص بيها. الابليكيشن الخاص بيها هيفتح معاك بالشكل ده، تمام، سكولارشيب ابليكيشن، بسيط جدا. مطلوب منك معلومات بسيطة برضو هنا،
مطلوب منك اسمك، الدولة اللي انت مقيم فيها حاليا اللي هي جنسيتك، مطلوب تاريخ ميلادك، رقم التليفون بتاعك، الايميل بتاعك. هنا مطلوب منك الابليكيشن نمبر يونيفرسيتي ادميشن اللي احنا كنا وضحناه هنا، اللي احنا كنا قلنا اللي فيه ابليكيشن نمبر هو ده. فانت بتاخده كوبي بيست من كوبي وبتحطه بيست هنا، تمام. هنا مطلوب منك التخصص اللي انت كنت اخترته في الابليكيشن، هنا برضو تختار هنا التخصص تاني، بيزنس مثلا ادمنستريشن، فمثلا انا اخترت التخصص ده. بيقول لك هنا انت ناوي بعد لما تخلص المنحة دي، هل ناوي ترجع بلدك تاني ولا ناوي انك تكمل مثلا في السويد؟ فانت بتختار على حسب رغبتك يعني. وهنا خلي بالك من السؤالين دول، تركز عليهم كويس جدا، مطلوب منك سؤالين هنا وتحاول تجاوب عليهم بشكل كويس. بيقول لك ليه، يعني ايه اللي حمسك عشان تنضم لجامعة ميت سويدن، للبرنامج ده تحديدا. فانت بتكتب مقال هنا. والمقال التاني اللي مطلوب منك بيقول لك اهداف البرنامج اللي انت اخترته ازاي هتساعدك في تحقيق اهدافك المستقبلية، ازاي الاوبجكتس بتاعة البرنامج ده هتساعدك ان انت تحقق الاهداف بتاعتك المستقبلية، تمام. فانت بتجاوب على الاسئله دي او المقالتين دول وبتملى كل البيانات دي، وبعد لما بتجاوب عليها وتضغط على علامه صح هنا وتعمل سند. طيب هل لو انت قدمت الابليكيشن ده فقط ومن غير ما تقدم ده كده التقديم مكتمل؟ لا طبعا، لازم تقدم وتملى للجامعه، ولازم تقدم للسكولارشيب او التيوشن في سكولارشيب ابليكيشن. يبقى احنا كده وضحنا عملية التقديم بكل سهولة وشرحنا كل تفاصيل المنحة. طبعا المنحة دي ممتازة جدا، منحة جامعية، وصعب انك تلاقي منحة جامعية في دولة من الدول القوية دي زي السويد وتكون ممولة كده بشكل كامل بمصاريف دراسة ومرتب شهري وتذاكر طيران، يعني حاجة ممتازة جدا. اتمنى الناس المهتمة انها تلحق تقدم ليها وتجهز كل ورقة، لان اخر ميعاد للتقديم زي ما قلنا 15 يناير. اتمنى لكم التوفيق فيها وان شاء الله بالقبول والنجاح فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.